مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. شارك محمد دجواني مبارحة ستوري على انستغرام من بعد ما صار معه حادث سيارة، بس الحمد لله الحادث ما كان خطير، ورجع شارك ستوري ثاني وكتب شكرا لكل حدا اطمن عني، أنتوا أهلي وأنا بخير، وشكرا لكل شخص بعت لي مسج، شكرا يا أطيب ناس. ألف الحمد لله على السلامة جواني، ما تشوف شر. أما أنس وأصالة فتمكنوا من تخطي حاجز 10 مليون مشترك على يوتيوب، فنزلنا هذا البوست على انستغرام لنبارك لهم، واللي نشره أنس على ستوري انستغرام وكتب عائلتنا صارت 10 مليون، ألف مبروك لأن صالة مرة ثانية، يستهلون كل خير. شاركت أسوة مبارحة فيديو تقييم أغاني اليوتيوبرز الأخيرة، وبالفيديو صرحت أنها ممكن تعمل على أغنية مستقبلا، لا تنقلب التعليقات بالفيديو، يطالبوا فيها المتابعين أسوة بتنزيل أغنية خاصة بها. ما رأيكم أنتم بالموضوع؟ هل برأيكم رح تبدع أسوة بهذا المجال؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. بمناسبة 10 مليون مشترك على يوتيوب، ما اكتفى أبو فلة بتنظيم عمل خيري مع متابعينه للتكفل بأكثر من 1200 عملية لمرضى الماء بالعين، بل نظم مسابقة لمتابعينه لربح 3 سيارات، شروطها سهلة جدا، متابعة، لايك وتعليق، لا يشكرهم على هذا الرقم تحت شعار من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هل شاركتوا بالمسابقة؟ شاركوني رأيكم بالمسابقة، وهل شاركتوا بخانة التعليقات؟ الله يعطيكم ألف عافية يا جماعة، والله مرة أحبكم، والهدية اللي قاعد أسويها الآن، الجائزة البسيطة الجيفاوي هذا، والله إنه شيء بسيط جدا لمقامكم، ولكن هذا ما بيجي، يعني هذا اللي عندي والله، ما أكثر 3 سيارات ميزانية والله مرة كثيرة. شاركت بيسان إسماعيل مبارحة ستوريهات من المشفى بدبي. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أنا آسفة كتير لأني غايبة عليكم، ما منزلكم، بس عن جد أنا حاليا بالمشفى، وصل يومين بالمشفى مبارح واليوم، أوكي؟ وبعدين بحكي لكم. حيث أثار هذه الستوريهات قلق متابعينها لترجع تنزل ستوريهات ثانية وتطمنهم عن حالة خالتها فرح اللي كانت بالمستشفى لمدة يومين. حبايبي، لكل اللي سألوني ليش أنا بالمشفى، ليش أنا بالمشفى، السبب لأني بالمشفى خالتي فرح، يعني دوقتنا الويل، بشوفوا صحة. من بعد ما انتقلت نارين لدبي قبل أيام، التحقت كل من سيدرا وشيرين بنارين قبل يوم، فشاركوا هالستوريهات بعد وصولهم المفاجئ. شوفوا مين اجا فاينلي. حمد على السلامة. كأنه طولتوا كتير الغابة على دبي. كل شهر واحد. ونارين كتير اشتقت لكم على فكرة. ونحن كمان كتير اشتقنا لكم، يعني ما تتوقع ضمينا بالسويد شهر واحد ولحقنا نصير هون يعني. أما كرار السعدي فتخطى حاجز 8 مليون مشترك على يوتيوب، وبهالمناسبة رح يطلق قريبا أغنيته الجديدة اللي رح تكون بعنوان سلطان الجو. ألف مبروك لكرار، من نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.